الكلام بقى ولا رخص ولا حاجه خالص. ايه يا سيدي دراعك ايه؟ ماشي من غير لوحات، من غير رخصه قياده، من غير رخصه عربيه، وماشي عكس الاتجاه في الطريق الرئيسي. ده طريق دوله. دراعك يعني انت هتموت برضه الناس على دراعك؟ سلموها يا فندم للمرور ياخد. تمام. الناس دي اللي بترتكب حوادث على دراع يعني. نعم يا فندم. ماشي تمام. خالد عايز اقول لك اتجاه عكس الاتجاه. خالد هات لي يا فندم. ماشي سلمه بعد الرصاص. ماشي.